في أي وقت هنعلن على يعني هنستمع مع حضراتكم إلى إعلان على الهواء مباشرة للنتائج. احترام أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي العريض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أكون بينكم اليوم لمتابعة تنفيذ إجراءات الجمعية العمومية الغير عادية لإقرار لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، وقد صار اليوم كأفضل ما يكون من حيث التنظيم والانضباط ورفض التعاون التي شملت الجميع بدءا من السادة مسؤولي وموظفي الشباب والرياضة، والسادة موظفي النادي، والسادة أعضاء الجمعية العمومية الذين شرفنا بوجودهم. والشكر موصول أيضا للسادة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الذين شملونا بحسن الضيافة والاستقبال هذا، وقد بلغ عدد الأعضاء الموقعين الحاضرين اليوم بكشوف الجمعية العمومية عدد 16,138 عضوا، وقد شرعنا بعد إغلاق باب التصويت وبدء إجراءات فرز بطاقات الاقتراع باستبعاد الباطل منها، فبلغ عدد الأصوات الباطلة 139، وأصبحت عدد الأصوات الصحيحة 15,999 صوت. وقد صوت لصالح إقرار اللائحة المعروضة على الجمعية العمومية عدد 13,921 صوت بنسبة 87%، في حين صوت ضد اللائحة المعروضة على الجمعية العمومية عدد 2078 صوت بنسبة 13%. وعليه فإن الجمعية العمومية للنادي الأهلي قد أقرت اليوم لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. خالص التهنئة للسيد رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب والسادة أعضاء مجلس إدارة النادي وجماهيره في مصر والعالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.